أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. مبارك لكم هذه الليالي العظيمة والطيبة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق لتوبة الله سبحانه وتعالى، للتوبة لله والعتق من النار. سأتحدث في هذه المقدمة عن فكرة هي أدب الاختلاف وأدب الصراع، وبعد ذلك نفتح الحديث إلى الحوار فيما بيننا من أجل إثراء هذا اللقاء. الإنسان لا يبحث عن مشكلة مع الآخر من أجل أن يختلق. الحالة السوية للإنسان، نحن لا نبحث عن عدو أو عن خصم أو عن طرف ثاني من أجل أن نخاصمه، لا. الفكرة الأولية لنا من منطلق ديني، من منطلق إنساني، أن نبحث عن من نتعاون معه، أن ننطلق من رؤية التعاون، تعايش، تكامل، العمل على عمران الأرض. هاي الفكرة. إذا وجدت في الحياة أيا كان دينك، إذا وجدت في الحياة من يظلم، من يسرق، من يتعدى على حقوق الآخرين، من يحاول استعباد البشر، أيا كان أيضا دينك، فطرتك الإنسانية، واجبك الإنساني يقول لك عليك إنكار ذلك، مقاومة العمل على إيقاف هذا الظلم، هذا الفساد، هذا الانحراف، هذا الاستعباد غير الحقيقي وغير الواجب من قبل إنسان لإنسان آخر. في هذه الحالة مجموعة من النقاط نعبر عنها أدب، ممكن واحد يعد نقاط أخرى. هكذا كمقدمة للحديث سجلت 7 نقاط، وممكن أن يضيف الإنسان عليها بالتأمل نقاط أخرى، وبعد ذلك الحديث فيها أو في غيرها يكمل هذا اللقاء الطيب. الفكرة الأولى، يجب أن يكون انطلاقك في أي موقف من أي طرف أن تبتغي بهذا الانطلاق وجه الله سبحانه وتعالى. سواء كنت راح تحط إيدك في يد شخص أو راح تضرب على يد شخص من أجل منع، تحط إيدك في يد شخص حتى تتعاون وياه على الأمر بالمعروف، على النهي عن المنكر، على إقامة الخير، تقف في قبال شخص آخر، يجب أن تنظر قبل أي حركة أن يكون موقفك هذا لله، أن تعمل في هذا الموقف المغاير لهذا الطرف على أساس من توخيك إرادة الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية والهدف الثاني أو الأدب الثاني، ماذا تريد من هذا الطرف؟ ماذا تضمر لهذا الطرف؟ ما هو موقفك النفسي من هذا الطرف؟ الصراعات البشرية المجردة من الأخلاق، هذا ابن فلان، هذا من القبيلة الفلانية، هذا من المجموعة الفلتانية، احنا نريد نغلبه، نريد نذله، نريد نهزمه،
نريد نستضعفه حتى لو كان هو ظالم. الأدب الإسلامي، الأدب الإنساني إذا ترسخت الإنسانية بشكلها الحقيقي، نحن نريد من مواجهتنا لهذا الطرف الذي يصبح خصم ويصبح في الطرف الآخر، نريد إنقاذه من شرور أعماله، نريد وقفه عن الاستمرار في الغي والظلم لما للغي والظلم من آثار مدمرة عليه وعلي وعلى المجتمع. الهدف مو انتقام من عنده، مو تشفي من عنده، الهدف منعه عن ظلم نفسه وعن ظلم الآخرين. يعني شو صار عمادة تحمل إلى تحمل الضغينة، الكره، الحقد، ولا تحمل في داخلك المحبة الحقيقية إلى خصمك؟ إيه خصمك، خصمك. وأكثر الخصومات وأكثرها أصالة هي الخصومة في الله بين المؤمنين والمشركين، بين المؤمنين والكافرين. ماذا يضمر المؤمن إلى المشرك والكافر؟ يضمر إلى نقلة من الشرك والكفر إلى خانة الإيمان. هاي الروح اللي ينطلق فيها رسول الله، وهذه اللي تهيمن على رسول الله. لذلك هالفكرة تشوفونها بعدين تهيمن على الأسلوب. رسول الله ما جاء حمل سيف على أحد، يجيك حمل كلمة، يجي حمل كلمة، دعوكم إلى عبادة الله، الابتعاد عن الشرك به، توحيده. لما هذه العبادة ولما هذا التوحيد من آثار إيجابية على حياتكم فردا فردا وحياتكم الاجتماعية العامة؟ شو قلبه؟ قلبه عليهم. لذا يفرح بالإيمان، ما يفرح بأنه قتل واحد من المشركين. هاي ما يصير قلب رسول الله، يصير قلب رسول الله واحد من المشركين اهتدى إلى الدين، اهتدى إلى الهداية. هكذا فرح فرح القلب المؤمن المسلم. النقطة الأولى، النظر إلى وجه الله في أصل تأسيس وجود خلاف. فما يحدد الخلاف مع فلان أو فلتان أو هذه الجهة أو تلك الجهة هي إرادة الله. ليش أختلف معك؟ لأنك أنت حايد عن إرادة الله، قاعد تظلم حتى عن الخير، ظلمت، سرقت، فسدت، استعبدت، فأنت حايد في هاي. النقطة الثانية، وأنا صارعك، أنا ما أريد أتشفى منك أو أنتقم منك، أريد أن أوقف غيك وظلمك على نفسك الذي يعود عليك بالضرر في الدنيا وهو في الآخرة حتما. إذا صار طبيعة الصراع امتد وتوفيت أنت في الحياة الدنيا قبل لا ينتقم الله منك في الدنيا، قبل لا ينصر الله العدل والحق عليك على ظلمك، في الآخرة ما فيها مجال، الآخرة ما فيها مجال. فوقفك عن ظلمك استنقاذ إليك. النقطة الثالثة في أدب الخلاف، توسل الأساليب الأقل كلفة لك ولخصمك. توخي الأساليب الأقل كلفة لك ولخصمك. ساعات يكون عندك أكثر من خيار، ساعات يكون عندك أكثر من خيار. خيار معركة يروح فيها عشرات الناس، آلاف الناس، وخيار معركة تنحسم بأعداد أقل. ابحثوا عن استراتيجية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستجدون هذه النقطة واضحة. يخطط، مو يخطط فقط كيف ينتصر، يخطط أيضا كيف تكون الضحايا من العدو أقل. خطط كيف تكون الضحايا من العدو أقل. لذا قتلى حروب رسول الله محدودة جدا، غزوات سميناها حروبا،
قد لا محدودة جدا. بينما أشوف قبل رسول الله وإذا استطاعت الجسم يثخن في الجرحى ويثخن في الأهالي ويثخن في الناس ويحرق الحرث والنسل. بينما الانطلاقة الإيمانية الإنسانية تفكر أيضا في أن تتوخى أقل الأساليب التي تحقق الهدف، هني لازم أقول تحقق الهدف وتصل إلى الغاية، ولكن في نفس الوقت تصل بأقل التكاليف الممكنة. علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام كان قادر على الانتصار على الخوارج بجمعهم 8,000. لا، أنا ما أبدأ بحرب مع الخوارج، أنا أروح وأتكلم معهم وأبعث لهم رسل ويقومون يتعلفون بالرسل ويقتلونهم. يقوم يطلع لهم علي بن أبي طالب بنفسه يعرض نفسه إلى الخطر. إيش فيك؟ أنت قادر عليهم عسكريا. فيأخذ منهم أكثر من النصف بالكلمة فيستنقذ أرواحهم. وليش بعد؟ بالضرورة. قالوا ليه تجمعون؟ قال ما عليه، يأخذون من فيه المسلمين ولا تضايقون أهاليهم ولا شي اسمه، ما داموا لم يقطعوا الطريق ولم يتأذى منهم أحد، وخلى بيننا وبينهم رسل الحوار إن كان الله يهديهم. ولما عجزوا من بعث يروح لهم بنفسه سلام الله عليه، إيه يختصر. أدب آخر، حصر نقاط الاختلاف والخصومة أيا كانت يا أحبائي، أيا كانت درجة الخصومة. ما في خصومات أكثر من خصومات الأنبياء وخصومات الأئمة. خصومات الأنبياء والأئمة، شوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم فينكرون عليه وهو يحاول أن يفتح الآفاق أمامهم. يجي أبو سفيان يدخل بيت رسول الله في المدينة، يجي يدخل بيت رسول الله وهو لا زال على الشرك. إلى أين يلجأ أهل مروان وأهل بني أمية عندما تنتفض عليهم المدينة؟ يروحون بيت زين العابدين. ما عندي خصومة ويا أهلك، ما عندي خصومة ويا أهلك ولا قاعدة قصادك. حصر الخصومة. في موضوعنا في البحرين عندنا خصومة سياسية. لو كنا نتحلى بأدب الاختلاف من قبل الحكومة السلطة، في خصومة سياسية، لاكو داعي للقتل، لاكو داعي للاعتقال، لاكو داعي للتهجير، لاكو داعي للفصل، لاكو داعي لهدم مساجد، لاكو داعي. لو كان في أدب، أدب اختلاف. بقية الآفاق تبقى مفتوحة. كلنا يجب أن نحافظ على الممتلكات العامة والخاصة. ليس في استراتيجيتنا إلحاق الأذى بالاقتصاد الوطني. ما عندنا هدف. ما عندنا هدف مباشر في مسألة تشويه صورة البحرين. ما عندنا. ما يوم من الأيام إحنا في الوفاق والقوى السياسية وملتزمة أكثر الجمعيات الحقوقية بنفس هذا الخط، ما راحت كذبت وقالت قتلوهم وما قتلوا، عذبوهم وما عذبوا. ما عندنا يعني أجندة تشويه والخط مفتوح. وبما أن هذا خصم يصير لا، لا تدمير اقتصاد، لا تدمير مصالح عامة، لا تدمير مصالح خاصة، لا يلحق أدب أهلك، لا لا لا. في عندنا خصومة سياسية، نحصر خصومتنا في هذه الخصومة السياسية ولا نروح نستخدم التوتير الطائفي. ما استخدمنا التوتير الطائفي،
ما احنا حرضنا احنا شيعة من اجل ان يدخلون المعركة السياسية على اساس ان في طرف ثاني، لا، في خصومة سياسية، في استبداد. فدعونا الناس، والناس لوحدها واصلة الى يعني طفح بها الكيل وصبرها نفذ، الناس صبرها نفذ على الاستبداد والديكتاتورية. فهبت في 14 فبراير تريد أن تتخلص من هذا الاستبداد والديكتاتورية والظلام التي التاريخية التي تعيشها، بس ما جابت كفرك في دينك ولا تستقوي عليك بأطر دينية أو أطر مذهبية أو شيء، لا، لم تعمل على إثارة فرقة طائفية أو عرقية، اختارت مطالب ورؤية وخصومة سياسية واضحة. خصومتنا واضحة، احنا شعب البحرين نريد أن نكون مصدر للسلطات كما هي بقية شعوب الأرض، كما هو منصوص عليه في الدستور، هاي خصومتنا. يعني ويش؟ يعني ما نريد يتعين لنا أحد في الشورى يتحكم فينا، يعني ما نريد يتعين لنا رئيس وزراء يتحكم فينا ويتصرف في أموالنا ويتصرف في حياتنا ويتصرف في تعليمنا ويتصرف في كم، ما يصير. هاي خصومتنا، لا زيادة ولا نقصان، لف ودوران وخارج وإيران وهني وفلا، كله كلام فاضي ومحاولة هروب من الموضوع البسيط جدا، ما في تعقيد. وليس هي مسألة اخترعها أهل البحرين، ولا هذه المشكلة في كل مكان، المشكلة في كل مكان في كل بلاد الثورات العربية، شعوب مهمشة تريد أن تدير نفسها، تحكم نفسها بطريقة ديمقراطية واضحة عن طريق انتخابات على قاعدة المساواة وانتهى الموضوع. هاي الموجود من خصومة في البحرين، ما في خصومة ثانية. بحرينيين كنا نحب نعيش مع بعض، نبى نبني بلدنا، كل هذا كلام. فحصر الخصومة وعدم نقلها إلى أبعاد دينية أو أبعاد طائفية أو أبعاد شخصية أو أبعاد اجتماعية غير لازمة أو غيرها من الأمور. أحيانا يصير أن في لحظة الخصومة مثل الخصومة اللي نعيشها أيضا ما يصير أنه تعال تغدى وياي وتعشى وياي وانت تسفك الدماء، ما تركب. مو لأن أنا ما نبى نتعشى وياك ونتغدى وياك، بس وقف إيدك عن الدم، وقف إيدك عن، لأن تصير خلط، صير خلط، صير تدليس. هاي الموضوع. عدم رد الإساءة في حالة الخصومة، أكيد الواحد إذا قدم لك الإحسان جزاء شنو؟ الإحسان. قال جزاء الإحسان إلا زين، واحد رد جاب لك إساءة، إنسان اللي يجيب لك إساءة تربيتك شو تقول؟ ترد عليه بالإساءة أو ترد عليه بالإحسان؟ من غير أن تقر إساءته ومن غير أن تتنازل لإساءته ومن غير أن تعيش حالة من يعني الخضوع، بس ما ترد الإساءة. سب، يستب قاعد يسب ويشتم وكذا، ترد تشتمه؟ ما تشتمه. يكذب ليل نهار، يطلع وزير يقول الأطباء زيدوا جروح الأوادم وذبحوهم، عيني عينك. يطلع وزير ينفي التعذيب، عيني عينك، يطلع بعدين الأجساد تطلع من المعتقل مبضعة. أنت تروح تكذب؟ ما تكذب. أدب صراع مالك، تلتزم بالصدق، تلتزم بالصدق. لست بحاجة إلى رد الإساءة بمثلها، ولست بحاجة إلى الكذب ولا التزوير ولا الشتيمة ولا غيرها. أدب آخر من آداب الاختلاف، فتح الباب لخصمك وحفظ ماء الوجه ليس على حساب تحقيق
المطالب وإحقاق الحق في نقطة هني لازم تتركب بشكل واضح. لكن في الأدب، في أدب الإسلام هكذا، في أدب الإسلام هكذا. رسول الله ما كان يحصرهم بحيث ما يترك لهم منفذ، لا، يفتح لهم منافذ. هو أبو شسم سفيان ما آمن، قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. شو يريد يأخذه إلى الإيمان ولو الإيمان الظاهري؟ استخله حتى لا تتخلق من عنده بؤرة شرك وكفر ومقاومة وتسيل على أساسها دماء. افتح لباب، افتح لباب. شو يستاهل أبو سفيان تقول من دخل دار أبو سفيان فهو آمن بالحسابات العادية؟ تجي الأخلاق تقوم تعطيه ميزة، تعطيه فضيلة، تعطيه. هو من دخل دار، من دخل البيت الحرام آمن، من دخل بيت أوصاك على بيته دار، حتى ما تصير مقاومة إلى عملية تحقيق الفتح في مكة، حتى نروح للنقطة الأولى، حتى ما تصير في دماء. شوف الجاهلية قال ذاك يبي يذبحهم يقتلهم، حامل سيفه يدور يبي يقتل في أهل قريش. قال لا لا، تعال تعال وقفوا هذه الشعارات الدموية، قولوا اليوم يوم المرحمة، اليوم تحمل حرمة، تخفيف الضحايا. يدخل مكة بدون إراقة دماء، جيش آخر يدخل مكة منتصر يقوم يسفك الدماء، وما وقعوا عقد، ما استسلموا قبل هم، والجيش فاجأهم وأغلق عليهم بالتعبير السائد أقطار الأرض، آفاق الأرض، وأغلق عليهم الموضوع. في أدب الصراع العفو والتجاوز عند النصر والابتعاد عن عقلية الانتقام والتشفي. في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء، قبلها طول تاريخه يأخذهم أسرى يعلمون مسلمين تشفعون فيهم فلتان وفلان ويطلعهم، مو كذي؟ أخذهم أسرى وضرب رقابهم، ما أخذهم أسرى وضرب رقاب، تيجي امرأة تشفع في القوم وطلعهم، يدور لهم حجة يطلعهم. ما في عندنا معركة اسمها معركة الجمال؟ أول ما وقفت المعركة، أول ما وقفت المعركة أحد من جيش علي بن أبي طالب لحق وراء أحد؟ والجيوش من تبدي الهزيمة بعدين يبدي القتل، ما دام هم متواجهين كل واحد يقتل في الثاني، بس من تبدي لحظة الهزيمة تنسحب الجيوش يبدي تتخلخل، هني يصير الجيش المهزوم عرضة إلى القتل. فالجيوش عادة الجيوش تلحق وراء العدو وتبيده، تبيده. ذكرون حرب تحرير الكويت كم عدد القتلى في الكويت من العراقيين؟ زين كم عدد القتلى من حدود الكويت إلى بغداد إلى البصرة؟ مجزرة، مجزرة من حدود الكويت إلى البصرة إلى شس، مجزرة خلاص، الجيش انهزم وفل. دي رؤية، هاي رؤية، هاي طريقة، هذه طريقة. العفو والتجاوز عند النصر والابتعاد عن عقلية الانتقام والتشفي. نيلسون مانديلا قرأت إليه وصية في بداية الثورات العربية يوصي بهذه المعنى، بهذه النكتة، يقول يعني حاولوا في مهما كان في استيعاب، وينقل تجربة جنوب أفريقيا، تجربة نجحت عندهم بفعل عدد من الأشخاص على رأسهم نيلسون مانديلا. فكرة وصية، أحد الأفكار الرئيسية هي ورقتين صغار، أنه يجب عدم سيادة منطق التشفي والإقصاء والانتقام من الحكومات والأحزاب التي كانت تحكم. وأعتقد أن هذه رؤية إنسانية بس بصيرة، وكان يربط هذا بإمكانية الاستقرار أفضل. وطبعا ساعات يجيك رأي ثاني يقول لك لا، دلين يخربون
ويسوون انقلاب ويصيرون طابور خامس ضد الثورة من داخل بطنها، فلا بد من إزالتهم. وتيجي هني شعارات إقصاء، تطهير وإقصاء، وعناوين واجد في كل الثورات تجي هاي العناوين. الموضوع يحتاج إلى توازن دقيق، بس فكرة الاحتضان والاحتواء وإذا أمكن هي الفكرة الرئيسية والمقدمة، والذي يجب أن يبذل فيها وتعطى فيها كل الفرص. هذه بعض آداب الاختلاف التي بدأنا فيها هذا الحديث، والآن الميكروفون عندكم. نشكر سماحة الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية على كلمته القيمة التي تناول فيها أدب ومبادئ الاختلاف وثقافته. وفقط أذكركم بأنه تناول 7 نقاط يجب أن تبتغي وجه الله في الاختلاف. ماذا تريد من الطرف الآخر أثناء الاختلاف؟ يعني تريد إنقاذه من موقفه أو من موقعه. 3 استخدام الخيار الأقل كلفة. 4 حصر نقاط الاختلاف والخصومة في إطارها. 5 عدم رد الإساءة في وقت الخصومة ويدرؤون بالحسنة السيئة. 6 فتح الباب للخصم وحفظ ماء وجهه. 7 العفو والابتعاد عن عقلية الانتقام وقت النصر. شكرا لسماحة الأمين العام. إخواني الأعزاء، سنفتح المجال الآن للأسئلة والاستفسارات، والمناقشة ستكون عامة، موجودة مجموعة من الأسئلة مكتوبة، وسنفتح المجال أيضا للأسئلة والمداخلات الشفوية بشكل مباشر. إخواني الأعزاء، قدر الإمكان سماحة الشيخ لديه برنامج آخر، يعني إحنا وقتنا جدا محدود. ما عندي برنامج آخر. عندي برنامج آخر إخوان. أخ شاكر قال لي أنه الوقت شوية محدود. عموما بنحاول نأخذ الوقت الأكثر اللي نقدر عليه. أوكي؟ المداخلات الشفوية والأسئلة خلها تقتصر قدر الإمكان وتختصر، يعني مثل التويتر 140 حرف قدر الإمكان، نحاول نخليها قدر الإمكان ضيقة على أساس نفتح المجال أكثر. الأسئلة اللي وردت إلي راح أتلوها بالتسلسل حسب ما وصلت، ما بقدم سؤال على سؤال، اللي وصلني بالتسلسل راح أقراهم حسب الوقت ما يتيح لنا. سماحة الأمين العام شيخ علي سلمان، السؤال الأول، هل الحوار مع الحكومة مفيد؟ في زاويتين في هذا الموضوع. واقع البحرين سيفرض اليوم أو غدا الحوار كوسيلة إلى إحداث التوافق، هاي قراءتنا. ليس بإمكان النظام أن يلغي الشعب، ولا بإمكان الشعب أن يفرض أجندة على النظام بغير طريقة الحوار في النتيجة النهائية. لذا من هذا المعنى يكون الحوار موضوع استراتيجي ثابت. الآن هذا الحوار القائم أو جلسات الإعداد بالدقة إلى الحوار، أو حوار لا سمي حوار التوافق الوطني في 2011، أو غير الذي يمكن أن يأتي غدا أو بعد غد، هذه موضوع يقيم بحدوده. هل هو جاد؟ هل في نتائج إيجابية متوخاة ومحتملة؟ هل في أضرار يترتب على الاشتراك فيه؟ أنت تحسب هذه الأمور وعلى ضوء تستمر تدخل أو لا. بس من ناحية المبدأ، هذا مبدأ الحوار للخروج من الواقع السلبي السيء الموجود لواقع إيجابي، من واقع الدكتاتورية إلى الديمقراطية، محتاجين إلى هذا المعنى. هذا المعنى أيضا خلني أوضح في نقطة ثانية، لا يدعو أبدا إلى التخفيف أو التوقف من الأنشطة الثورية السلمية أبدا. الحراك الثوري السلمي يجب أن يستمر حتى نوصل إلى توافق سياسي، وإلا الأمور باقية. موجود حوار ما موجود حوار ما له علاقة، هذه يجب أن تستمر. السؤال الآخر، أين دور النواب السابقين في الثورة؟ والسؤال الثاني، خفت صوت الجمعيات في الآونة الأخيرة في الشارع. موجودين النواب يعني ظهور مختلف بين شخص وآخر، البعض موجود بقوة مثل خليل وعبد الجليل وسيد جميل ومجيد، موجودين في الأمانة، موجودين في الدوائر، تشوفون لهم تصريحات إعلامية، تشوفون لهم لقاءات، تشوفون كذا. البعض يحمل ملفات خاصة يدابج فيها يتحرك فيها مثل سيد هادي أيضا، والبعض صوته أقل لأن ما عنده ظهور إعلامي، قدرته على البروز الإعلامي، التصريح الإعلامي أقل، تفاعله أقل، ولكن موجودين دائما، موجودين في المسيرات، موجودين في الاعتصامات، موجودين في البرامج،
موجودين مع الناس مع الضحايا يتواصلون. بالرغم من ذلك أقول مطلوب بعد مزيد من التواصل مع الأهالي، مطلوب مزيد من المشاركة في البرامج المختلفة للثورة بالنسبة إلى النواب. الجزء الثاني شنو؟ خفت صوت الجمعيات في الآونة الأخيرة في الشارع. لا، في شهر رمضان يعني الإيقاع صار في مسيرة واحدة، وبعد ذلك صارت في لقاءات من قبيل هذا اللقاء، يعني ليليا في لقاءات عدا ليالي القدر وليالي الوفاة. كل هذه الليالي وليلات يكون عندنا ليلة أيضا مثل ليلة بكرة يكون الجمعية مفتوحة لاستقبال زوار شهر رمضان. نعم. بقية كل الليالي من ليلة حادي رمضان إلى الآن في أكثر من لقاء، يعني أنا أتحدث في كل هذه الليالي التي مرت وغيري أيضا يتحدث، وأنت بحاجة إلى تسمع من الناس، بحاجة أن تتبادل الأفكار، بحاجة أن تنضج الأمور. فيبدو أن شهر رمضان مناسب جدا إلى هذا المعنى. نعم. والجمعيات ستعود إلى برنامجها الشعبي بعد شهر رمضان. كيف ستتعاطى جمعية الوفاق والجمعيات السياسية الأخرى مع تمرد 14 أغسطس؟ كما نتعاطى مع كل الدعوات السابقة والدعوات التي ستأتي بعد 14، نحن مع كل تحرك سلمي نقف معاكسين وضد وغير مؤيدين إلى أي تحرك غير سلمي. التحرك السلمي نحن معه بأي عنوان كان، من أي جهة صدر، المهم أن يكون تحرك سلمي. الاتجاه الآخر نحن ضد العنف، لأننا نشوف العنف مضر إلينا من أي جهة صدر. هذا موقف. ونشجع نحن في الجمعيات، نعبر ونقولها أكثر من مرة، الجمعيات ليست الثورة، الثورة هو شعب البحرين الذي يؤمن بضرورة التغيير. تمتلكون كل واحد من عندنا يملك الحق في أن يتحرك وأن يسوي تويت وأن يدعو إلى ما يشاء من أطر سلمية من أجل التغيير. فإحنا نشجع نحفز أي ناس تقعد تفكر مع بعضها البعض، أي قرية تقعد تفكرون مع بعضها البعض، كيف يرفضون الثورة ببرامج، كيف يرفضون الثورة بعناصر قوة، كيف يتعاطفون يتعاضدون مع بعض، كيف يخففون آلام الضحايا. هاي كلها مسؤوليات، ما هي مسؤوليات الجمعيات فقط، هاي مسؤولياتنا كشعب. كلنا نؤيد التغيير. أحد يبغى هذه الأوضاع تستمر؟ إذا عليه أن يشارك بطريقة أو بأخرى. فنحفز، إحنا نشجع، وإذا تبغى تسمي نحرض، نحرض على الثورة السلمية، إحنا نحرض، نحرض ضد الفساد في النظام، نحرض ضد الفساد في النظام، ضد الانحراف، ضد سرقة الأراضي، ضد القتل، ضد التعذيب، ضد الاستئثار بالسلطة. هاي وظيفتنا، هاي وظيفتنا كأفراد بحرينيين، كناس في جمعيات، كمجتمع، هاي وظيفتنا. نحن مع الإصلاح، ما نحرض ضد إنسان مصلح، ما نحرض ضد خطوة إصلاحية. ما في أحد يجي يقول والله إحنا بنسوي مستشفى، بنسوي إسكان، بنسوي تعليم، نقول نحرض ضده، لا، قول بنسوي قانون يقمع الناس، إيه ضده إحنا، أكيد ضده. يبدو أن هناك أسئلة أيضا في نفس المجال، هل ستشكلون ميليشيات مضادة في عملية تمرد 14 أغسطس؟ لا، إحنا لا نشكلنا ميليشيات ولا بنشكل ميليشيات، نحن شعب. نعم. شعب، شعب يطلع، يطلع فاتح صدره وفاتح وجهه و يطالب بحق مشروع، ما يخشى شيء. نعم. حفظك الله وسدد خطاك، يشهد الله أني أحبك في الله يا أبا مجتبى. سماحة الأمين العام، بما أن الأضواء سوف تسلط على البحرين في 14 أغسطس، هل ستدعون إلى مسيرة حاشدة على غرار مسيرة 9 مارس؟ في دراسة إلى يعني مسيرات شوية يتم التحشيد لها أكبر من المسيرات المعتادة في الأشهر أو الشهر الجاي، بس ما تم إقرار هذا بشكل نهائي، ما تم إقرار. نحاسب على برامجنا إيش قد نحتاج أن نحط جهد من أجل تحقيق هدف معين، ندرس الموضوع. نعم. في أسئلة إخوان، في أسئلة مباشرة بالمايكروفون أو مداخلات؟
أنا ما وصلتني أي ورقة للمداخلات. إذن نستعرض بقية الأسئلة. سؤال صريح حسب ما هو وارد: ما هي السلبيات والإيجابيات في الحراك في الشارع، الحراك الثوري، وما انعكاسها على المعارضة السلمية؟ الحراك الثوري إذا يقصد فيه حراك غير سلمي، في تقديري مكلف إلى الشباب نفسهم، إلى الأهالي، يخسرنا طاقات، يسبب جرحى، يسبب كذا. بالإمكان تجنب هذا أو الحد من عنده، مش تجنبه بالكامل، لأن الطرف الآخر طرف لا يعير أي اعتبار إلى الأساليب السلمية اللي أنت تتخذها. بيستخدم القم وبيطلق وبيسوي وبيجرح، لكن أنت إذا سلبت هذه القدرة أكيد راح ينخفض كثير عملية الاستنفاذ أو الاستهلاك أو الاستنزاف اللي قاعدة تتم إلى قطاع من شبابنا. وبالتالي بالإمكان أن نحن نوفر ونوجه الطاقات باتجاه أكثر نفع. تظاهر السلمي في القرى في العاصمة أكثر نفع من أسلوب المواجهات. أحسن. هنا سؤال أمانة لم يعني أستطيع أن فك الخط، صاحب السؤال ممكن يجي يطرحه بشكل مباشر: نحن نريد أن نعرف لماذا ليوقع لسماحة السيد الغريفي رئيس الوزراء شخصين ما استطعت أفك الخط. فإذا يحب أحد يطرح السؤال بشكل مباشر صاحب السؤال فليتفضل، ما في مانع. حين بيستحي يقول خطه يعني مهلة، ترى أنا خطي بعد ما في الخطك. ما في مشكلة، يعني ما في مشكلة، بس يلا أنت تفضل، روح أنت أسأل كمل باقي. أوكي. إيه تفضل سام، خليه يطرح السؤال بشكل مباشر أفضل. إيه تفضل. نريد نعرف استحضار الشعب البحريني أو الشيعة في البلاد، يعني ليش ما يوقع رئيس الوزراء شخصين على توقع الملك وقع رئيس الوزراء شخصيا، هل استحقاق الشعب البحريني او الشيعي يعني؟ على خير ان شاء الله. نوياك بعد يا ولد. شكرا. بعد عامين او اكثر، ما هو الجديد عن جمعية الوفاق والجمعيات الاخرى؟ الاستمرار، العمل على تقوية كل عناصر الثورة إعلاميا ميدانيا، تكامل الجهود فيما بين الثوار، توحيد صفوفها، العمل الحقوقي في الداخل والخارج، أي نواقص موجودة أو أخطاء تخلي عنها، وهذا هو الموجود، هذا هو الموجود. معركة استمرت، معركة التحول نحو الديمقراطية استمرت 2.5 سنين، علينا أن نبحث عن كل السلبيات ونسددها ونضيف إيجابيات أخرى وعناصر قوة، وهذا معنى أن الشعب هني يفرز مزيد من عناصره ومزيد من أدواته التي تختصر بإذن الله المسافة نحو النصر. ردكم على التسجيل الصوتي، ما يسمى التسجيل المسرب، لولي العهد ولقائه بالأخ علي الأسود في مجلس خالد شريف؟ اللقاء اعتيادي، ما في نتائج تذكر، والحديث اللي يعني سمعنا طبعا أحد مشاكل هذا الإعلام المحلي أنه لا يمتلك أدنى درجة من الشجاعة حتى يقول اللي يقوله ولي العهد في مجلس، مع أن المجلس فيه 300 شخص. الإعلام المحلي الكلام ولي العهد فيه إشارة شمة اعتذار، أنه إذا إحنا أخطأنا، إذا إحنا كذا، إذا أخطأنا في دم، إذا أخطأنا في مسجد، فيها النوع من الجسمة. وهذا أمر يعني يقدر إلى الإنسان الذي يقوله، يقدر لولي العهد أن يشير إلى هذا. شجاعة الواضحة يقول إحنا نعتذر، يعني ما فيها بعد واحدة ثنتين تقرير بسوني واضح عن المساجد وعن الدماء وعن التعذيب وعن كلها. مو إذا بعد، ما فيها إذا، فيها إذا فيها شك مقدارة 1%، ما في شك مقدارة
بس هذا نوع من الشجاعة يقدر إلى ولي العهد أن يتكلم فيه. بعدين يطلب من القوى السياسية أنها أيضا هي تمتلك شجاعة الاعتذار. أنا أقول نحن نمتلك شجاعة الاعتذار. أين أخطأنا؟ نحن مستعدين نعتذر. نحن مستعدين نعتذر في أي خطأ ارتكبنا، نحن مستعدين نعتذر. قلوا هاي الخطأ نتناقش فيه، إذا إحنا ثبت أن إحنا أخطأنا وفقا إلى معايير إلى قيم إلى شسمة إلى رأي شعبي عام، مستعدين نعتذر. ماذا؟ بس تيجي الصحافة تعيسة، يطلع من بنا كانت الأنباء الرسمية، ينحدف القسم الأول يطلع فقط مطالبة الشسمة اللي على أساسها بعدين صارت ردة فعل شعبية على ولي العهد. هذا الإعلام مالك اللي سواها، الإعلام مالك هو اللي سوا 10,000 تويت أو أكثر من 10,000 تويت على هذا الموضوع، الإعلام مالك. زين أمس وكان أمس الخارجية الفرنسية قالت البحرين عليها أنها توقف الاعتداء على الشخصيات وعلى الكذا، ونحن في الخارجية الفرنسية ندين العنف من أي طرف كان، والعنف ليس مبرر إلى المطالب، وإحنا في الخارجية الفرنسية نقول لابد من حماية المظاهرات ما دامت سلمية. شو ينشر الإعلام المحلي؟ الخارجية الفرنسية تدين العنف. زين البقية قدام الاعتداء على الشخصيات وين؟ الحرية التجمع السلمي وضرورة الحفاظ عليه وين؟ هاي إعلام أعور كاذب هابط. احنا مش مستلزمين، عندي انا اسوي التويتات احط كل الموضوع، اسوي تويتات على كل الموضوع. تقييمك سماحة الأمين العام إلى الإعلام الثوري، يعني ربما كان البعض يطرح بأن الإعلام متقدم جدا في بداية الثورة، الإعلام الثوري كان متقدم إلى درجة ما على الإعلام الرسمي. ربما يطرح البعض الآن بأن الإعلام الثوري بدأ بالتراجع والإعلام الرسمي بدأ بالتقدم، هل هذه صحيح أو لا؟ لا زال الإعلام إعلام الشعب متمثل في وسائل الإعلام الحديثة هو الأكثر حضور والأكثر تأثير. وعلى سبيل المثال هل شفتونه يعني الإعلام الرسمي شنو؟ طلع ولي العهد من المجلس، طلعوا هاي بيان مالهم، شوف الإعلام الشعبي شو سوى في الموضوع. لا زال الإعلام الشعبي هو أقوى. هذه هي الآن أحد المتغيرات الرئيسية في موضوع الصراع بين الشعوب وبين الحكومات، انتقال احتكار الإعلام السابق. أول كان في شيء اسمه تلفزيون غير تلفزيون البحرين ما ميش، وبعدين تطلع أرامكو وتطلع الشسمة السعودية، والكويت تحتاج تركب فوق تفر يمين وشمال. فالآن الوضع الإعلامي تغير، لا زالت يعني 90% مع أن الدولة تصرف فلوس حتى تطلع مقال أو ندفة مقال يعني يمدح في الدولة طريقة مباشرة أو غير مباشرة، 90% مما يكتب في الصحافة الحرة العالمية يكتب لصالح الناس. هذا كله من جهد الناس، لأن الناس تكتب، لأن الناس تتحرك، لأن الناس تتواصل مع المنظمات ومع الجهات الدولية ومع الإعلام العالمي. لكن هذا لا يعني أن في حاجة إلى الاستمرار وعدم الفتور. يعني والله استمرينا الحين سنتين، أنا بعدي أغرد إيه؟ لازم تغرد أزيد، لازم يكون عندك حساب تويتر كلكم، لازم يكون عندكم فيسبوك، لازم يكون عندكم انستغرام، لازم يكون عندكم الشيء الجديد اللي بيطلع حتى توصلون ظلامتكم، حتى توصلون شو اسمه، توصلونها إلى أهلكم، توصلونها إلى المحيط العربي، توصلونها إلى العالم. كل من يستطيع يكتب اللغة الإنجليزية يكتب. ما أنا ما أعرف إيش أكتب، أنت ما تعرف إيش تكتب، تعرف إنجليزي ترجم اللي يكتبون المعارضة بس يقرون لك 10,000 كافي، يقرون لك 5,000 داخل البحرين برا البحرين كافي. ما أعرف سوي تويت، سوي إعادة ضخ إلى المعلومة. وبالتالي كل من عندنا اليوم يقدر يشارك في الإعلام، هيك واحد رجل أو بنت. الآن أشوف في إطلاق مسيلات دموع على ملعب بوري، خلاص هاي وظيفتك، لا كذبت لا قلت شيء ولا رحت ولا سويت شيء. شو اسمه الآن منطقتنا فيها إطلاق كثيف للغازات وانت قاعد في بيتكم تويت مالك شغال ومشي الموضوع. الآن شفت هاي حادث في الشارع، حتى لا بعدين يطلع لنا فبركة جديدة واحد يكذب عليكم. الآن شفت هاي اللي صار، هاي اللي صار، ما نخشى من الصدق، احنا ما نخشى من الصدق. كنا نشتغل الآن
قبل هذا اللقاء التقيت سمعت الحادث اللي صار إلى الولد هني، وقال لي واحد من اللي شاهد الحادث، قال هذا السيارة اللي دعمت جاية في رون سيد، مو جاية في السيد الطبيعي، جاية رون سيد، وتحركت بسرعة جنونية ودهست الولد وسحبته من النقطة هني رون سيد هذه، من بداية النقطة إلى هاي الفخر البحرين الظاهر اسمه مال الشسمة، يعني مسافة 30 متر شديدة، 30 متر رون سيد تسحب في هذا. تدري شو يسموه؟ هاي يسمونه قتل مع سبق الإصرار والترصد. هاي مو حادث سير، واحد دعس دعس واحد، لا، هذا قاتل، هذا يحاكم بنية القتل مع سبق الإصرار والترصد. هاي كلكم لازم تطلعوها، كل الناس اللي شافت تتحطها. يجي يوم العدالة تتحقق. في بداية الأحكام العرفية كنت أتحدث في مسجد الصادق، قل لهم ما علي أحبائي، كل جريمة تصير دونوها، تقدر توصلها للوفاق وصلها، تقدر توصلها للمركز البحريني لحقوق الإنسان وصلها، تقدر توصلها للجمعية البحرينية وصلها، تقدر توصلها لمنظمة دولية وصلها، لا تخلي ظلامتك تروح تسكت عليها. بيجي يوم بتطلع هاي الظلامات، بعدها بكم شهر جاب الله بسيوني حتى يطلع جرائم الاغتصاب وجرائم القتل وجرائم استخدام القوى المفرطة وجرائم هدم المساجد وجرائم اليوم أيضا. كل جريمة تصير لا تخلونها تروح، جرائم بلا حصر ليش تروح؟ الآن قاعد أكثر من جريمة دخلوا البيت على بيت المصاب، دخلوا البيت والنساء بلا حجاب وبدون استئذان، هذه جريمة، انتهاك حرمة بيت، انتهاك حرمة أرض. ليش تموت كذي بسهولة؟ هل يطلعها مركز القرية الإعلامي؟ سووا عليها تويتات، إذا ما اشتغلت البحرين كلها وياكم في تويت، أنتون أهل القرية تعرفون بعضكم وتعرفون أن هذا صادق مو كاذب، وتعرفون البيت وتعرفون الكذا. لا تموت، خلهم يدفعون من سمعتهم بسبب أفعالهم السيئة، مو تتجنى عليه. وصيتي في ذاك اليوم لا تبالغون ولا تكذبون، وانتون توثقون لا تبالغ أبدا، لا تبالغ، لا تقول دخلوا البيت 20 هم 10، قول 10، يعني 10 هو مكافية، قول 10، واحد دخل البيت قول واحد، طرق الباب قول طرق الباب، وما حد فتح ليه كسر الباب. حط الموضوع بحقيقته حتى لا يكون في مبالغات، والعالم راح يصدق وراح يتعاطف معك. أحسنت، نسأل الله الفرج للأخ صارق جعفر سبت ولجميع المعتقلين والجرحى إن شاء الله. سماحة الشيخ علي سلمان، جميع الشعب المظلومين يرجو من سماحتكم القوة والصلابة وعدم التنازل إلى السلطة، وخاصة سلمان بن حمد وما يطرحه من طلب اعتذار لأنه جزء من السلطة، وعدم التنازل في الحوار. يدي بيدكم وأنا معكم ماضي حتى النهاية. أحسنت، أحسنت. لماذا لا تكون هناك فعاليات مشتركة بين الجمعيات السياسية وائتلاف شباب 14 فبراير؟ في الإطار السلمي لا مانع من الاشتراك بين كل الفصائل المطالبة بالتغيير، لا مانع من ذلك أبدا. نعم. سماحة الشيخ، لقد ظهر للعلن في مواقع التواصل الاجتماعي، هذا عن الشريط المسرب أيضا، هنا سؤال ماذا نفعل في يوم التمرد؟ أعتقد تم الإجابة عليه، ولكن لو كان في الإطار العام هو الفعاليات السلمية، هذه إطار من حق أي شعب أن يمارسها، الأعمال العنيفة لا نشجع عليها، الأعمال السلمية هذه حقوق لا يمكن التنازل عنها، وهي معنى مطالبة بالتغيير. هنا سؤال مجزأ، لماذا ليش هدموا المساجد؟ لماذا هدموا دوار اللؤلؤة؟ لماذا يعتقلون الناس؟ هي أسئلة عامة. كثير من الأحيان يفعل الإنسان ما يضره، ما إليه منطق،
ولا إلى ولا تحقيق مصلحة. أحيانا يتحرك الإنسان بدافع الحقد، بدافع الغباء، بدافع النفس غير السوية، مسائل واجد ما إيش اسمه. نسأل الله سبحانه وتعالى إلى هذا البلد الأمن، الاستقرار، الألفة بين أهله، محبة، أن ينتقل من هذا التخلف. عايشين إحنا في القرون الوسطى تعبير العالمي، ننتقل من هالقرون الوسطى إلى القرن الحديث، ناس تحترم بعض، تعيش مع بعض، مواطنين لا يميزون بين بعضهم بعض على أساس دين أو على أساس مذهب أو على أساس عرق أو على أساس منطقة سكنية أو كلام زبالات. عايشين إحنا عايشين في وضع يعني مزري. شو مزري بعد؟ من قيم ماله، القيم ماله يعني سخيفة، قيم مالته سخيفة. بعدين أبنائنا يعني سأل الله أن يكون هذا يعني سريع، عندما ينفتح أمامهم الحرية والله يعني يتأسفون على حياتنا اللي عشناها بهالطريقة. كل مساكين أبائنا كيف كانوا عايشين، ما هم مواطنين، ما إلهم قيمة إنسانية. قيمة الإنسان مهدرة، كرامة الإنسان مهدرة، ما في شيء، ما في شيء من الحياة الحضارية، التمدن، القانون، سياسة، ماكو. هل ستقوم الجمعيات السياسية بدعم خيار العصيان المدني المتخذ من قبل حركة تمرد في 14 أغسطس؟ شوفوا أحبائي، نحن لا نستطيع أن نقف أمام دعوة سلمية يطلقها أي طرف، لكن أي دعوة نريد أن نشارك فيها بشكل مباشر نحسبها حساب واجد. فما ساعات ما أستطيع أن أقول أن أنا أدعم هذا بالخصوص، حتى لأن عندي حساباتي، عندي حساباتي، حسابات تتعلق بالفشل والنجاح، حسابات تتعلق بالطول النفس وقصر النفس، حسابات تتعلق بمصالح، حسابات تتعلق بموازين، فلازم أخذ كل هذا المعنى. الإطار الفكرة إذا كان أحد دعا إلى شيء سلمي أنا ما أقف ضده، ولكن أجي أدخل في الموضوع وكذا، هذا يرجع إلى حساباتي، هذا يرجع إلى حساباتي ودراساتي وقراراتي وآليات اتخاذ قرار معقد لازم يمر بدراسة ويمر بش اسمه. نعم. هل تمارس عليكم ضغوط دولية من أجل التنازل عن سقف المطالب؟ المجتمع الدولي يضغط باتجاه الحوار، يضغط باتجاه السلمية، ويضغط باتجاه حل تتوافقون عليه، ولكن في التفاصيل ما في ضغوطات محددة. نعم. ما هي قراءتكم للتفجيرات في الرفاع، في السيف، في البديع اليوم؟ نحن ضد هذا النوع من العمل، نقطة. خلصنا؟ نحن ضد أي نوع من التفجير، نقطة. نحن ضد أي نوع من العنف، نقطة. من يقف وراء هذا؟ ما عندي، ما أقدر أوجه الاتهام لا إلى جهة أهلية ولا إلى جهة رسمية بشكل قاطع، ولكن تبقى الاحتمالات قائمة، تبقى الاحتمالات قائمة. زين ليش ما تصدق الرواية الرسمية؟ وإيش أصدق في الرواية الرسمية؟ يفوتك. مو الرواية الرسمية هي اللي قالت المساجد ما تهدمت. لا تلومون أحد إذا ما صدقكم. مو الرواية الرسمية قالت التعذيب ما موجود، وكل يوم تطلع وتقول ما في تعذيب وأولادنا الظهورة تتشلق برا. مو يعني يمين أنت تشوفهم يعذبون الناس في الطرق، يعتقلون الأولاد، يضربونهم، يشلخونهم، يهدونهم ظهورهم شلخة. مو بعد رؤية عين وقولك ما في تعذيب، تصدق ويش؟ وبالتالي لا يمكن الحال، حل نأتي بطرف غير متهم، لا هو معارضة ولا هو حكومة، يحقق في هذه الحوادث. إذا طلعت هذه الحوادث أنها الحوادث فعلتها فئة من المعارضة، كأننا بندين هذه الفئة. وإحنا في المعارضة تطلع بيانات، حتى الآن ما حدث في حادث البديع، طلع شيء اسمه خلايا الأشتر يتبنى العملية. نحن ضد هذه العنوان وضد كل ما تبناه من أفعال. شو هذا العنوان؟ عنوان استخباراتي، عنوان أهلي، بعد ما عندي قراءة نهائية، بس نحن ضد، نقطة على نهاية السطر.
الشيء اللي يتبنى عمل عنيف ويدعو إلى العنف نحن ضده، ما نريد ندخل بلدنا في معركة، في معركة عنف وتسيل فيها دماء بالآلاف. هو جزء من أدب الخلاف اللي ذكرناه كيف نحد من خسائرنا، وكيف نحد من خسائر الطرف الآخر، كيف نحد من خسائرنا الاقتصادية. ما هو تقييمكم سماحة الأمين العام لاجتماع المجلس الوطني الأخير؟ في تقديري صب لصالح الحركة الشعبية، لأنه أبرز هذه المؤسسات أمام العالم على حقيقتها. أحسن من كذي ما تبغى بصراحة، أحسن من كذي ما تبغى. ناس تطلع تشتم طوائف، تبغى تقول عن قطاع من الشعب كلاب، خلاص هو حمل العنوان ماله، هو حمل العنوان ماله. يطلع عليهم واحد عاقل اسمه إبراهيم بشم يقول لهم وقفوا الهجوم على الطائفة، ما حد يعيره اهتمام، ها؟ ما حد يعيره اهتمام. إذا طلع واحد عنده وجهة نظر مخالفة قطعوا على البث، عادل عبد العال، خالد عبد العال، قطعون البث. لا لا لا، وسامة سكتوه. زي غير اللي يسب الطوائف، ها؟ اللي يشتم الناس، افتح عليه افتح لي أكثر من هاي ما تبى أنت، أكثر من هذا ما تبى. فالموجود يعني كلش زين. هذا مثل تصريح رئيس الوزراء، قانون ما يطبق علينا، مجلس اللي سواه كلش زين. واحنا نقول مجلس الشورى ما يمثل الشعب، بين انه ما يمثل الشعب. واحنا نقول هذا المجلس صارت فيه انتهاكات حرمة المساجد والتعذيب والتعري واغتصابات وقتل، ما اجتمع، وش يقول في اجتماع الحين؟ يقول انا مو مالكم، انا يوم ارادتني الحكومة اجتمع اجتمع. خلاص أحسن من هذا بعد ما فيه إرادة حكومية، أحسن من هذا ما فيه. نعم. الأخوة الأعزاء، نحاول أن ننهي اللقاء على 11:15. بعد 5 دقائق إذا أحد عنده أي مداخلة مباشرة أو سؤال مباشر تفضل أخوان. تفضل عبد الله. إيه تفضل، ما في مشكلة إذا المايك يشتغل أو أعطيك المايك هذا. تعال عبد الله. السلام عليكم جميعا. عليكم السلام. بس عندي رسالة شباب، آبائي أخواني أبنائي، هي ينطبق على القرية والقرى الباقية. رسالة اعتاب وفي نفس الوقت هي حب، من حب لهم ولمصلحتهم بقول هالرسالة، بخصوص كل شيء سلم فيها، بخصوص الإدارة يعني وبشكل عام. يعني ما بتكلم أنا قلتهم فصحى أو شيء، بتكلم شيء عام وياكم بأسلوب عام. الله يسلمكم. بس بخصوص اي المسيرات، احنا قاعدين نسال سوينا يعني هبينا، سواء الشيخ يستاهل اكثر من هذا الشيء والاخوان كلهم يستاهلون ازم من هالشيء. بس قاعدين نسال الجمعيه راح تسوي شنو، والكل قاعد يسوي يعني اسئله. ليش ما سالنا في الليل احنا وش سوينا، وش قدمنا، وش قدمنا حق الشعب؟ اخواننا مسجنين، جرحانا، شهدانا، احنا اهل القريه وش سوينا لهم؟ ليش ما سائلنا هالشيء؟ كل شيء الجمعيات، الجمعيات قاعدة تدفع مبالغ يمكن للمسجونين، هي مو ملزومة، أخوانها أبناها هالشيء، بس إحنا من لحمنا ودمنا في القرية هنا، وش سوينا لها؟ ليش ما سائلنا؟ قاعد نسائل عن جمعيات 14 أغسطس وش بيصير؟ ليش ما سائلنا في السنتين إحنا وش قدمنا؟ ولا قدمناه هل كافي؟ سؤال وجه لسماحة الشيخ، اللي قدمته كل شيء تضحياتك طول هالسنين كلها، تساوي شيء أو أنت راضي بالشيء؟ قطرة دم الشهيد راحت؟ الجواب بيكون لا، مو راضي عنها. الرموز اللي في السجن بيقولون إحنا مو راضين عن هالشيء، مو راضين. التضحية اللي سوينا بعد مو كافية، فإحنا شنو بالنسبة لهم؟ إحنا إيش قدمنا؟ أنت تبغى الثورة تستمر، تبغى تنتصر، تبغى شيء ينتصر، بس أنا أبغى انتصر. إلى متى النصر؟ الجمعية إيش بتسوي؟ الجمعية ما صعدت فلان، احنا وش سوينا؟ بالسلم، خلي الشارع لاهل الشارع، ما اتكلم عن الشارع، اهل السلم، احنا نتكلم عن السلم، سلميه في كل القرى، مره في الاسبوع بتكون. احنا وش سوينا في الجمعيات؟ ليش ما امشي يا هذا؟ لان شباب يمكن اخجل ان امشي ياهم في هاي؟ لا، هاي الاطفال هم اللي يضحون بدمهم وبروحهم وبمالهم وبشغالهم عشان الكل، عشانك وعشان ابنائك. ليش ما انا افكر في هالشيء، اتساءل عن هالشيء؟ ليش؟
وغير 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 جرحانة. فكرنا احنا هاللمة كلها احد يروح يزور مصابنا؟ راحوا. انا ما اتكلم عن الكل، الاكثرية احد راح زار معتقلينا؟ احد هب ليهم سوى هالشيء امسيه دعائية من قرآن من دعاء من انشودة من هالشيء؟ وتاي نطلع متى النصر؟ ليش الله انا عن نفسي يا رب العالمين بطول بعد النصر شوي لما تصل قلوبنا الينا احنا. ما اتكلم عن نفسي وعن غيري، وهذا شهر علي وحق علي شهر. الله لا يصلح لي حال قبل لا يصلح لكل واحد فيكم ولا ابنائكم. هاي المصلحه احنا خلنا نفكر بهاي اسلوب نتعاون. ليش هذا مجود عنده اطفال، هذا عنده جريح، وش يحتاج، وش من ندوه، نحط ايدنا ويا بعض نقاط. انا اتكلم عن القرى كلها، احنا كم بيت هنا؟ 200 بيت يمكن اكثر. المسيره ما يجوا 30 شخص اللي يطلعون، خلنا نقول نصهم 100 برا، اللي في مجمع اللي في بحر اللي دافع لاشياء ثانيه. خلنا نقولها بقوا 100 بيت، من كل بيت واحد 100 شخص تكون المسيره ما تعدى 30. وتالي نسائل على الجمعيات او على غير، نعول على غيرنا على الخارج وعلى هذا. خلنا نصلح نفسنا احنا في القريه والقرى الثانيه، هي كلها المشكله كده كلها في كل القرى مو بس قريتنا. احسنت يا ولد، بارك الله. واسمحوا لي ان على عيش يا شباب، هذا من قلب من حبي اليكم هالشيء. سبحان الله والله. شكرا. شكرا للاخ عبد الله. وهناك تعليق ربما من سماحه الامين العام. طبعا الثوره امانه في اعناقنا جميعا، ولكن ايضا يجب ان نقدم الشكر لهذا الشعب. شعب البحرين لم يقصر، لم يقدم الشعب المصري أكثر مما قدم شعب البحرين. ما عليك، ما حد نزل بحجم اللي نزل في شعب البحرين مسيرات، لا عددا ولا كما. الآن لأن ظروفنا أصعب، لأن احنا صايرين في وسط خليج وفي حسابات في المنطقة وفي مصالح في المنطقة، ولكن شعب البحرين قدم حضور وقدم تعاطف وتكافل. صحيح مطلوب من عندنا أزيد، لكن عندما فصلوا فينا ما حد جاع بالمعنى جسمه، والمعتقل محتضن من مجتمعه، معتقل محتضن وأسرة الشهيد يعني مبجلة ومحترمة. الآن مثل ما قال الولد مطلوب أزيد، إيه مطلوب من عندنا أزيد، جميعا مطلوب من عندنا أزيد. وهذا تحدي علينا، وهذه مسؤوليتنا، نفكر كيف نقدر نعمل ونخدم الثورة أكثر من أجل أن نختصر الزمن إلى لحظة النصر. حسنت. السؤال الأخير، ما هي المرجعية أو المعيار التي يمكن الرجوع له أو لها لتحديد سلمية أو غير سلمية هذا التحرك؟ معايير الدولية، معايير الدولية تذكر أن هذه أساليب سلمية، هذه أساليب غير سلمية، هي المرجعية في هذا الإطار. في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وعلى رأسها سماحة الأمين العام الشيخ علي سلمان على تفضله بهذه الكلمة وهذا اللقاء مع أهله ومحبيه في المأتم. وندعو أهالي الشهداء، واحد من كل عائلة شهيد، وأهالي المعتقلين لأخذ صورة تذكارية مع سماحة الأمين العام الشيخ علي سلمان. نختم هذا اللقاء بالصلاة على محمد وآل محمد. عوائل الشهداء وعوائل المعتقلين.
تكريم الشيخ.